السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مكملين ملف إعادة الإعمار، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الطاقة. الطاقة البديلة هي مصادر الطاقة التي لا يعتمد على الوقود الأحفوري، فده مصدر موثوق للطاقة في حالات الطوارئ، وهي مهمة جدا في الاستدامة لأنها بتقلل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، وده بيحسن جودة الهواء والصحة العامة. كل دولة بيبقى ليها الظروف بتاعتها، وفي حلول ممكن تناسب دولة ما تناسبش دولة تانية. طيب تعالى نشوف ايه الحلول، وكل واحد بيشوف ايه الانسب ليه. مثلا بناء محطات توليد الطاقة الشمسية وعلى اسطح المباني والمباني التجارية، وده يعتبر حل مناسب في جميع دول العالم تقريبا، حتى المانيا اللي هي يعتبر بعيدة عن خط الاستواء لكن بتكفي حاجتها من الطاقة وبتصدر كمان، فما بالك بقى في الدول العربية. مع العلم ان الحل ده لوحده مش كافي، يعني الطاقة الشمسية عشان تكفي المبنى انت محتاج مساحة اكبر من السطح بتاع المبنى، لكن هو هيشيل لك جزء، يعني ممكن ايه كل الانارة والكمبيوترات هتعتمد على الطاقة الشمسية. التكييف لا، ده انا بدي مثال، لان لو في المستقبل قدروا ان هم يعملوا خلايا طاقة شمسية الكفاءة بتاعتها أعلى، فهتلاقي إن الخلايا بتنتج طاقة أكتر، فده هيقدر يخلي الألواح الشمسية اللي أنت حاططها فوق البيت تكفي الكهرباء أو الاستهلاك بتاع البيت. لكن في الوقت الحالي لا، بكفي جزئيا، فجزئيا ممكن تقول اه هنعتمد عليها، ما عدا مثلا السنسورات والتكييفات. على سبيل المثال هنعتمد على الكهرباء اللي جاية من الشوارع. ممكن مثلا في المستشفيات نقول ان الحاجات الطوارئ والحاجات العناية المركزة فدي معتمدة على الطاقة الشمسية، فهي بتساهم بنسبة كبيرة، لكن ممكن نستعين بأكتر من حل على أساس ان احنا نغطي موضوع الطاقة الشمسية. وأهم حاجة في محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه انها ما تكونش مركزية. مركزية محطة كبيرة تتضرب لا قدر الله يبقى مش هتستفاد منها، لازم تكون موزعة، لازم تكون وحدات صغيرة بتكفي المنطقة دي، بتكفي مثلا الشارع ده، بتكفي البيت دوت. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا. فلازم يكون في طاقة كهربائية لكل مبنى ذاتي معتمد على ألواح الطاقة الشمسية تجنبا لدمار المحطات المركزية. وممكن نركب الألواح الشمسية على الطرق السريعة والجسور، لأن هي اختيار مناسب وملائم للطاقة المتجددة في غزة وغيرها، لأن في غزة في معدل سطوع عالي للشمس، فالطاقة الشمسية هتستفاد منها بشكل حلو. فممكن نستخدمها في توليد الكهرباء وتسخين المياه وتشغيل الأجهزة المنزلية. وممكن نعمل مزارع للرياح، حيث الرياح تدور المزارع ديت أو التوربينات وتبدأ نستفيد من الطاقة. فطاقة الرياح هي اختيار آخر قابل للتطبيق للطاقة المتجددة في الدول العربية، لأن تعرض غزة مثلا لدرجات حرارة معتدلة على مدار العام، فمناسبة لطاقة الرياح. فممكن نستخدمها في ضخ المياه وتشغيل الآلات الاصطناعية. ممكن برضو نعمل محطات لتوليد الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية والحيوانية، والغاز الحيوي هو خيار ثالث للطاقة المتجددة في غزة، وممكن إن احنا ننتجه من المخلفات الزراعية والحيوانية، وممكن نستخدمه بشكل حلو لتسخين المياه وتشغيل المركبات. المقصود بالمخلفات الزراعية ده الجزء اللي احنا ما استفدناش منه أو مش هينفع إن احنا ناكله، فهو بينتج بصورة عرضة أو سنوية خلال عملية إنتاج المحاصيل. طيب وطاقة الحركة، الطاقة الناتجة من الحركة زي طاقة المياه الهيدروليكية والمعروفة أيضا باسم الطاقة الكهربائية، ده مصدر طاقة متجدد بيستغل طاقة الحركة للمياه ويحولها إلى كهرباء. طيب بتشتغل إزاي؟ استغلال التدفق، المحطات بتاعت الطاقة الكهربائية دي بتتحط على سد أو حاجز مائي بيتبني على نهر او مجرى مائي، فده بيخلي فيه زي خزان للميه مع طاقه وضع بخزنه، فحركه الميه بتحرك التوربينات ديت بحيث ان تولد طاقه كامنه تتحول لطاقه حركه. تدوير التوربينات، الميه بتلف التوربينات، ودي اله كبيره سريعه دوران ذات الشفرات بتدفع الميه ضد الشفرات مخليها تدور بالشكل دوت. وبعد كده بيتم توليد الكهرباء، عمود التوربينة لما بيلف بيحول الطاقة الميكانيكية لعمود الدوران لطاقة كهربائية، وبعد كده الطاقة تتنقل عبر الشبكة. فهو مصدر نظيف وموثوق للطاقة، والانبعاثات بتاعته بتبقى قليلة.
فممكن نعمل مشروعات طاقة مائية على طول شواطئ غزة، بحيث إن توفر كهرباء للمنازل والشركات المحلية، ومزارع رياح توفر الكهرباء للقطاع. وممكن إن احنا نستفاد من طاقة الحركة وطاقة المياه وطاقة الرياح، هتبقى في توربينات صغيرة كده، وممكن نعمل غلاية طاقة شمسية بحيث إن احنا نسخن المياه. ممكن تتعمل بطريقة يدوية، في مصباح طاقة شمسية لتشغيل المصابيح عشان الإنارة، ممكن تتعمل برضه بشكل يدوي. شواية طاقة شمسية، شواية طاقة شمسية بسيطة، دي كلها حلول بتقلل من استهلاك الكهرباء. يعني كل واحد فيهم ممكن تقلل استهلاك الكهرباء، تقلل الاعتماد على الكهرباء بنسبة ما. طيب، من ضمن برضو الأفكار اللي احنا المفروض ان احنا نركز فيها صفر الطاقة أو بناء منخفض الطاقة. احنا عايزين نعمل المباني تقلل من استهلاك الطاقة وتحسن الأمن البيئي، اللي احنا نعتمد على بعض التكنولوجيات المتجددة والبنية التحتية المناسبة لتوزيع الطاقة المتجددة. يعني المدينة اعتبر انها مفيش أي حد هيمدها بحاجة، لا داخل ولا خارج، هي بقى عايزة تولد الكهرباء بنفسها. في مدن كتيرة جدا، مدن ذكية معتمدة على كده، ان بيفترضوا ان في حصار، هي عايزة ان اللي بتستهلكه هو اللي بتنتجه، واستهلاك الطاقة يكون بيساوي انتاج الطاقة، وما يكونش فيه انبعاثات للكربون.